يروى أن ملكا أراد اختبار وفاء ثلاثة من وزرائه المقربين، فسأل الأول: لو أفلس ملكك ماذا تفعل؟ أجاب: أعيد إليه كل ما أملك، فالفضل له بعد الله. سر الملك بالجواب وأمر بإهدائه قصرا جديدا، ثم سأل وزيره الثاني نفس السؤال ليرد: أتنازل عن أملاكي للمملكة ثم أتفرغ لخدمة مولاي دون مقابل؟ أعجب الملك بتفاني الوزير وأجزل عليه العطاء. ولما جاء دور الوزير الثالث قال: ليس عندي ما أقدمه لجلالتك يا مولاي، فلا أملك إلا بيتي الذي أسكن فيه مع زوجتي وأطفالي. نظر إليه الملك باشمئزاز وقال له: لماذا أنت فظ غليظ اللسان؟ ألا تحسن مجاملتنا كالوزيرين العزيزين؟ فأجابه المرحوم: لا والله، وإذا أضعت مالك يوما ما ابحث عنه في خزائن المادحين.